الراجل اللي دام فارقة معاه طلع على أساس قلك بغينا اسمعي، أنا مراته وأنا ما عندي علاقة بيه، أنا مطلقة منه. قلك بغينا اسمعي، زيتي الدرياجو من الأولين حطيتهم خرجتهم على برا. أنا ما بقيتش كنفكر في العسل اللي جالسة ناكل، وليت كنقول لي غير ولادي غيخرجوا لي الزنقة، ما كيعرفوش ولادي غادي الباب الحلو اللي غيهبطوا لي الزنقة للشارع. وكيضرب كيضرب تسخفت سخفت صافي، طحت في الأرض. خرجت كنقلب عليهم مساكن، ما بانوش ليا في برا في السطح، طليت من الشجر بانوا لي مليوحين، مجوقنا لهم الناس. Hier, vers le coup de 17h, notre équipe a accueilli au service des urgences une patiente victime d'un coup de couteau au niveau basothoracique. Donc, après l'intervention des différents médecins concernés, différents spécialistes, notamment le réanimateur des urgences, et qui a éliminé une urgence vitale. بلاتي زرفي هذا زرف مروة مروه الخاله ديال البنيتات اخت ميمتهم اللي دابا راهي ما بين الحياه والموت. هاد السيد تعدى علينا، اش وقع سيدي؟ هي مسكينه طلقات منه يا 2 ans، هو كان مسجون في السجن، من بعد عام ونص خرج، خرجوه من السجن. يوم العيد الكبير جا لعندهم يوم العيد الكبير، شاف البنيتات، كلا معاهم اللي كتب الله، خرج بقى كيقول لهم يوميا نجي نطلع عندكم نبات، ما عنديش فين نبات، والديا مجريين عليا ما عنديش فين نبات. خوتها قالوا لي لا ما تباتش، استفرد بها البارح. ميمتها كانت بيتها عند ختها عيانه، خوتها بجوج ما كاينينش، اللي عايشين معاهم في الدار ما كاينينش خارجين، بقى في راس الدرب مقنت، حتى بان ليه فارغ ليه الجو، خلى ليه الجو، منين خلى ليه خد ساموراي وطلع. هي كتسكن في السطح مسكينه مع بنياتها بجوج، قال لها غادي نذبحهم، شدت بنياتها هكا بجوج عندها، منين شداتهم عندها بقى كيعطيها في بلاصه الوجه ديالها، بقى كيسلخ فيها الوجه ديالها، قاره بلاصه ما طلقاتهمش. جبد هذاك الساموراي طعنها طعنه كبيره في كرشها في الجنب، منين طعنها طاحت طلقات الوليدات. الساعه اللي طلقات الوليدات هز لا بروميير معاها، مول بيسري قدامهم كيحسب غير حاشاكم لا بوبيل، عاود رمى لا دوزيام. الناس بدات كتغوت، جمعوا الناس، هو هبط مع الدروج دخل القهوه اللي حداهم، تكرفس على مول القهوه، من بعد دخل لاباتيسخي تكرفس عليهم، من بعد مشى تخبى في مشى تهجم على واحد لا فارماسي كاينه كيف في لونغل. من بعد ربع ساعه شدوه رجال الامن في لا فارماسي، صافي جينا حنايا لوبيتال هنايا، جينا مع الوقيته طاحوا البنيتات مع 5 الا ربع، لومبيلونس واحد اون دوميور من بعد منين جات، البنيته في حاله ما بين الحياة أو الموت. الأم مطعونة، ركبنا في أمبيلونس، هي من برا أمبيلونس كانت ستة لداخل سي با أمبيلونس، ركبنا فوق لي بنو، البومبي مسكين باغي يدير خدمته جالس فوق البنو، الأمبيلونس مكرفسة، حديدة ضرباتني أنا لظهري وديجا ظهري دارني، طاحت عليا من الأمبيلونس كلها مفصلة. الكوميسار كان معايا بالشهادة ديالو كان جالس في الأرض ما عندوش فين يجلس. المراه المطعونه كيقولها البومبي شدي مسارنك بيديك وكالي برجليك لان الحديد غيطيح عليك ديال لومبيلونس. وهذا الشيء سيدي اللي وقع، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل.